السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جهزت كاسة القهوة. عندي كذا قصة واقعية صارت معاي طبعا قبل كم سنة، يعني أبى أقولها للفائدة. مع بعض الناس قالوا لي يا شيخ لا تقول القصة مدري إيش، بعض الناس عندهم خوف من الحسد ولا، لكن الموضوع بسيط. هو أنا بقولها قصة والله والهدف فائدة، وقصة صارت معاي أنا شخصيا. قصة مرة كان معايا واحد من أخويا، رحنا لميناء جدة، كان عنده هناك في بضاعة جاية من برا، ورحنا نخلص المعاملة أنا وياه. وكان وقت صيف وكان الجو حار، وكنت اشعر بعطش زايد، وكنت كل شوي اقول الرجال معي حاط نبغى مويه، وانا راجع اخذت اللي جالون، في جالون عصير طلع بالليمون ذيك الوقت، هذا كمان كلام قبل 9 سنوات، واخذ العصير واخذ معاه كاسات واشرب واخلي الرجال يشرب، وانا قاعد يا دوب ابلع فريق، احس اني بعطش واحس بنشوفيه واحس يعني بجهد وارهاق، واحس اني لسه ما ارتويت. قلت هذا شكله من الصيف من الحر. وصاحبي اللي معايا قال يا ولد شكلك انت لازم تروح تحلل عن السكر، الاعراض اللي فيك كأن اعراض سكر. قلت له ليش اذكر الله، انت من جدك؟ قال والله ما اتمنى لك الا كل خير، لكن انا البيت عندي ترى كله سكر، عندي امي عندي اخواتي، ترى انا اعرف السكر واعرف اعراضه، والله لازم تروح تحلل وتطمن على نفسك. انا والله من الناس اللي احب اواجه، صح اني ما حبيت الموضوع، ولكن انا اثق في صاحبي وفي تقييمه، وقلت يا شيخ خليني اروح احلل وامر الله من ساعه. ورحت قلت بحلل، جيت للمستشفى خاص، قال لي الدكتور يجي الساعه 9. قلت مرحبا، كانت الساعه 8 وربع والله، وجلست الساعه 8 وربع، دفعت حق الكشفيه ورحت، قلت بنزل في كافيتيريا ما افطرت لسه، ورحت واخذت لي سندوتشين واخذت لي كاسه عصير وافطرت، وجلست لين جاء موعد الدكتور. جيت الساعة 9 والدكتور ما جاء، وانفعل وعصب عليهم كيف يعني، احنا سبحان الله فينا طبع عجيب بطال، يعني ننفعل اذا شفنا عدم انضباطية من الناس بالرغم من الموضوع يمكن دقائق، وننفعل اذا رحنا مكان ودفعنا فيه فلوس وما حسينا ان الخدمة 100%، نشعر ان اذا دفعنا الفلوس لازم كل شيء يكون تمام، وهذا خطأ فينا، وانا كان في هذا الخطأ. والله انفعلت وعصبت، ترى 5 دقائق والدكتور جاء، حتى الدكتور شافني كذا منفعل وقاعد اتكلم مع الموظفين ودخلني عنده في العيادة. دخلنا الدكتور عنده في العيادة وقال لي روح حلل، ورحت سويت التحاليل ونص ساعة تقريبا وطلع التحليل، ناداني الدكتور وقال لي يعني معلش انت شكل حلاك زايد شوية. قلت له هات بشر دكتور هات العلم ما هي مشكلة. قال يعني السكر عندك 450، انت 50 باقي لك ممكن تطيح يغمى عليك، 500 اغماء. قلت له لا حول ولا قوة الا بالله. قال لازم تروح تراجع في عيادة المستوصف حقك الحي عشان يسجلونك هناك مريض سكر وتاخذ ادويه وتاخذ علاجات. والله اني استقبلت الامر قد هيئت نفسي، قلت الحمد لله الحمد لله والشكر لله. والواحد سبحان الله اول ما يجي له زي الامراض وزي هذه الحاجات يبدا يفكر في تردي الحال، يفكر ايش بيصير فيه، الزمت، ونعرف السكر يأثر على النظر، والرجال يخافون يأثر على الباء عندهم القوة، وسوسة. قال لي يا ابني أنا تأخرت 5 دقائق، أنت قلبت المستشفى، ما ينفع العصبية، أنت لسه شاب صغير والعصبية هذه تجيب لك أمراض الدنيا كلها، حاول أنك تنتبه لصحتك. قلت مرحبا. والله بالفعل ثاني يوم وأنا رحت على المستوصف حق الحي دخلت، قال ايش عندك؟ قلت ابغى اشخص مرض السكر. انا رحت حللت امس وطلع عندي السكر مرتفع، وقالوا راجع عياده السكر عندك. وطحت في دكتور اسمه الدكتور احمد الله يجزاه بالخير، من جد هذا الدكتور كل ما اذكره ادعي له. بعض الناس مفاتيح خير، بعض الناس يغير لك في الامر ويغير لك في حياتك ويفيدك في شيء انت ما تتخيله، الله يجزاه بالخير. اول ما جيت وقال لي يعني انت جاي الحين اساس انك انت مريض سكر؟ قلت له اي والله الدكتور كشف ولقي 450. قال لي لا، في سكر عرضي وفي سكر مرضي، يمكن السكر اللي معاه سكر عرضي. قلت له طيب وش تشوف يا دكتور احمد يعني؟ يعني ايش كيف نعرف انه سكر عرضي ولا وش الحال يعني؟ قال شوف ما دام ان انت عندك شويه وزن، كان وزني زايد انا شويه، وما دام انه عندك ناس في العائله معاهم السكر، وما دام انه عندك عادات صحيه سيئه، فهذه كلها اسباب مهيئه انك تكون مريض سكر. لكن شوف انا بعطيك طريقه. قلت تفضل. اداني لسته حميه من الاكل، وقتها ترى يا جماعه تغيرت الثقافات في بعض الاكل، نهاني عن اكل احنا نستخدمه بشكل
يومي من مشروبات من اكلات، قال هذه ترى نسبه السكريات فيها عاليه. احنا عشان ما كنا نشعر بالاثر وبالضرر كنا نبالي، والواحد ترى يا جماعه في صحته وعافيته وهذا ينغر بنفسه ما يلقي بال للامور الصحيه. اعطاني لسته حميه، بعدين قال لي انت بتصلي في جماعه يا ابني؟ قلت له اي والله يا دكتور اصلي ان شاء الله في جماعه. قال لي عندكم بين الاذان والاقامه صلاه العشاء 20 دقيقه. قال لي ال 20 دقيقه اللي بين الاذان والاقامه اول ما يقول الله اكبر يا اخي البس وروح للمسجد البعيد، ابعد مسجد عندك، بحيث انك تروح توصل عنده في ال 20 دقيقه. صلي وارجع ال 20 دقيقه، وقت صلاه العشاء وقت ترى لا في ارتباطات ولا في مناسبات عندكم ومناسبك. وباقي الفروض اذا قدرت تمشي امشي لها. قلت خلاص. فصار عندي مشي يوميا ما يقل عن 40 دقيقه. غير التعليمات الصحيه ذي، وبالفعل امتنعت انا والتزمت. انا بالعكس يعني زودت هذا الشيء عندي. استفدت من الدكتور الاول الانتظار والصبر يا جماعه يسبب لنا نوع من العصبيه والانفعال، لاننا جالسين ننتظر الامر، ترى لو انشغلنا عن اي شيء احنا ننتظره ترى ما نحس بالوقت، لكن اذا كنا ننتظر شيء وما نشغل انفسنا به على طول راح نشعر بعصبيه وبانفعال. عشان كذا لازم تخلي معاك في جوالك، معاك في السيارة، أي حاجة تقضي فيها وقت الفراغ إذا أنت كنت تبغى تنتظر أي شغلة من الشغلات. والله أنا كان عندي إرادة، قلت يلا. بالفعل ترى امتنعت عن الأكلات اللي أكلها، وصرت آخذ الشاي صار بدون سكر، قهوتي صارت بدون سكر، قطعت المشروبات الغازية، قطعت الشوكولاتات والحلويات، قطعت الشبسات، أي كل حاجات نهاني عنها، حتى بالعكس قاعد يزيد من عندي أي شيء أحس فيه سكر أصلا ما عاد آكله. وبالفعل صرت أشد حيلي في المشي، مو أمشي بس الصلاة، حتى لما كان واحد من زملائي واعدني كنا نروح مع بعضنا للبشكة في الاستراحة كان يقول له أنا بحرك، كان بعيد عني عشان احنا نروح أنا وياه سوا، كنت أقول له خلاص طيب إذا قربت دق علي عشان أقول لك فين مكاني، أمشي. اتفاجئ اني مشيت 40 دقيقة، مشيت 50 دقيقة. اروح مثلا اروح اي محل، كنت اروح مثلا زي محل السمك وقت الجمعة وكان زحمة، كنت اطلب السمك، عاد زحمة ورجة ويقول استنى قدام 15 قدامك، الفترة هذه لا انا اطلب طلبي وامشي، اقعد امشي على رجولي. ما كنت اخلي لي عائق للمشي، امشي حتى لو بثوبي. ارجع للمحل القاه خلص طلبي يستناني، بدل ما اجلس عند المحل وواحد ياخذ محلي ويسقط عليك واحد من الزباين وتقعد في مناحله، غيرت ثقافتي. صرت لما اوقف عند الاشاره معاي سبحه استغل التسبيح، صرت احيانا ابغى الاشاره تتاخر شويه عشان حاط في بالي رقم للتسبيح. غيرت، صرت اتعامل مع الانتظار انه متعه، واتعامل مع المشي انه عاده صحيه واستمتع فيها، وبديت اغير اصلا في ثقافتي في عاداتي في اكلي. يمكن احنا محتاجين زي الصدمه يا جماعه احيانا عشان نفوق، عشان كذا بعض الصدمات تجينا في الحياه الواحد لما يسلم لها ويستسلم ترى ممكن تصير له كارثه، لكن احيانا تكون نقطه تحول في حياتك. وقلت يلا يا شيخ واظب، وقاعد احفز نفسي واستمريت. حتى بعض الناس يقول لي يا ابوي ارحم حالك، قلت له لا انا عندي هدف ولازم احققه، انا بجتهد وبلتزم بتعليمات هذا الدكتور واشوف النتيجه. يعني كان عندي اراده حتى عادي، كنت اروح مثلا حتى المناسبه لو رحت مو شرط اكل، كانوا زملائي يعني عندي في البشكه وانا رايح لهم على الاستراحه يوصوني اجيب لهم معايا ربع ذبيحه ولا نص ذبيحه، وانا كنت اخذ معايا بيض واسلقه هناك في الاستراحه ومعاه جبن وخضار. غيرت، صارت تونه وجبن، غيرت غذائي واكلي، حتى كانوا يضحكون يقول يا ولد بالله كذا قلبك يطوعك تجيب لنا اللحم وحنا ناكل وانت تاكل. قلت خلاص انا عندي هدف بحققه، وبالفعل ترى كنت مستمتع. غيرت، انا كنت من الناس اللي احب اكل اكلات الدسمه واحب اكل الحلويات وزي كثير، لان مجتمعنا كذا يا جماعه واحنا تربينا زي كذا، عشان كذا التغيير يكون صعب، لكن اللي يبغى هدف وبيحققه يتحمل. وبالفعل غيرت عاداتي وصرت كل يوم ثلاث اروح احلل على الريق باتفاق مع الدكتور، اروح احلل كم السكر. اول اسبوع رحت له حللت السكر صار 300، فرحت من 450 300، زادت عندي الإرادة وصرت أشتغل على نفسي أكثر وأكثر المشي أكثر وواظب على الحمية وأقلل كميات الأكل. والأسبوع اللي بعده حللت قرابة 200، صايم طبعا وفرحت زيادة وزدت حفزت، والدكتور معاي يشجعني يقول لي يلا برافو ما شاء الله عليك تمام.
زيت رجال حد الدكتور لاحظ اني نحفت يعني ما شاء الله في تقريبا اسبوعين او ثلاث اسابيع شافني قلت والله دكتور شغال قال واضح عليك كمل وكل اسبوع راح حلل لين يا جماعه رحت له تقريبا في خامس اسبوع حللت طلع عندي صايم 70 قال انت الان وصلت السكر الطبيعي تعالي بعد فتره وحلل ورجعت له بعد فتره وحللت وطلع سكري طبيعي قال لي الدكتور حاجه قال لو انت عملناك مريض سكر واخذت بكلام الدكتور اللي كنت عنده واخذت اوبر وانسولين كان عطلنا عندك البنكرياس وصار السكر العرضي اللي عندك سكر مرضي العمر كله. يا جماعه بعض الدكاتره يشخص تشخيص خاطئ. طيب حتى لو كان السكر التراكمي حقي اللي هو حق ثلاثة شهور يكون طلع والله عايز مرتفع. طيب انا جالس واكل وشارب وحركه قليله وولد فعالات والتوترات وكلها اسباب تؤدي لارتفاع السكر، شيء طبيعي بيكون السكر في الثلاثة شهور ولا حتى ستة شهور يكون عندنا مرتفع، لكن لما نغير عاداتنا هل السكر يبقى مثل ما هو؟ وقتها انت شوف نفسك غير عاداتك قبل ما تاخذ ادويه السكر علشان لا تعطل عندك البنكرياس. يا جماعه يعني انا الحين لو بشرب مشروب قاسي السكر عندي بيرتفع، ابغى اكل قطعه حلقة السكر عندي بيرتفع، اروح احلل في هذه الوضعيه هل انا اتعامل الان مريض سكر ولا السكر الان عرضي؟ بمجرد ما السكريات دي يعالجها الجسم مجرد ما امشي شويه تنخفض نسبه السكر. الفضل لله سبحانه وتعالى، ثم للدكتور احمد الله يجزاه بالخير قدرت اغير عاداتي وغير ثقافاتي. شوف لي 9 سنوات وقولوا ما شاء الله تبارك الله ولحد الان انا ما جاني السكر بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه تجربتي والله حبيت اشارككم فيها للفائده وباذن الله الله ينفع بيها. والناس يا جماعه اللي اصابهم السكر ترى مرض السكر ترى ما هو كارثي، ترى بمجرد ما تعايش مع هذا المرض باذن الله سبحانه وتعالى تقدر تعيش وتقدر توازن نفسك وراح تتعطل حياتك. اللهم انك تحتاج صح مجهود في الرعاية، مجهود في الاهتمام بالأكل، يعني يكون عندك بعض المحظورات، لكن الحمد لله ابتلاء والله سابق فيه وتعايش معه وتقدر بإذن الله سبحانه وتعالى تتعامل مع هذا المرض زي أي مرض عادي في الدنيا. هذه تجربتي.